وبعده في سنة النهائية التي هي السنة الرابعة احتاجت رئاسة الكليات والمعاهد إلى بعض الدارسين في السنة الرابعة لتعيينهم مدرسين، فكنت ممن اختير للتدريس في معهد بريدة العلمي، وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة 79 و300 و1000، وكان راتب المدرس في ذلك الوقت 75 و900 ريال. من كان مدير المعهد انذاك الشيخ؟ مدير معهد البريدة العلمي في ذلك الوقت الشيخ محمد بن نصر البودي. واستمريت في المعهد فترة؟ درست فيه في تلك السنة التي هي عام 79، وبعد انتهاء العام الدراسي وصدرت نتائج الاختبار، ظهرت نتائج الاختبار، كنت ممن اختير للقضاء، فعينت مساعدا لرئيس محكمة الدمام. وعندما أبلغت بذلك ذهبت إلى سماحة الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وطلبت منه أن يعفيني وأن يعني يمكنني من الاستمرار في التدريس، لأنني كنت مدرسا في السنة الماضية في معهد بريدة العلمي. فاستجاب لطلبي رحمة الله عليه، ولكنه قال إن نريد أن تكون مدرسا في الجامعة الإسلامية، فقلت إنني على استعداد تام يعني لهذا، وكان يؤمل أن تفتح الجامعة الإسلامية في عام 80 و300 و1000، ولكنه لم يتم في ذلك العام، فكلفت أو أسند إلي التدريس في معهد الرياض العلمي في تلك السنة. وعندما أنشئت الجامعة الإسلامية في عام 81 جئت إلى المدينة وكنت من بين المدرسين فيها. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أشرتم في ثنايا حديثكم السابق إلى عدد من المشايخ الذين تلقيتم عنهم بعض العلوم في المراحل الأولية من نشأتكم، هل هناك شخصيات أخرى علمية من المشايخ والعلماء الذين درستم عليهم أثناء دراستكم سواء كان ذلك في المعاهد أو الكلية، وكان لهم تأثير عليكم سواء كان بالملازمة في المساجد والدروس وغيرها أو في أثناء دراستكم العلمية في تلك الكلية؟ أما بعد التحاقي في معهد الرياض العلمي فكنت درست على مشايخ فضلاء، وكان في ذلك الوقت يعني الذي هو عام 72 الذي التحقت فيه في معهد الرياض العلمي لم يكن هناك يعني لم تنشأ الكليات بعد، وإنما كان المعهد العلمي فقط هو معهد الرياض العلمي هو الذي كان موجود، وانشأ بعده معاهد في أنحاء المملكة. وفي عام 73 انشئت كلية الشريعة بالرياض، وواصلت الدراسة في المعهد 4 سنوات، وكان قبلنا 3 أفواج، يعني قبل الفوج الذي كنت فيه 3 أفواج لأننا نعتبر الفوج الرابع. فلما كنا في السنة الأولى كان الفوج الأول أو الذين هم في السنة الرابعة يعني في المعهد، وفي السنة التي تليها أنشأت الكلية فالتحقوا فيها، فنحن انتقلنا إلى السنة الثانية. وكان من بين المدرسين الذين استفدت منهم كثيرا وأذكرهم دائما وأبدا ولا يغيبون عن ذاكرتي لتميزهم ولشهرتهم ولاستفادتي الكثير منهم في معهد الرياض العلمي الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمة الله عليه، فإنه كان ممن استفدت منه كثيرا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم المصطلح، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه الذي كان مدرسا للفقه، وقد استفدت منه كثيرا لا سيما من الأمور التي استفدتها منه والتي التزمتها في التدريس فيما بعد، هو أنه عندما يريد أن يبدأ الدرس يحصر المسائل التي سيتكلم عليها في هذا الدرس، فيقول
يتكلم في هذا الدرس المسألة الفلانية والمسألة الفلانية ويعدها بأصابعه، فإذا فرغ من عدها شرع فيها تفصيلا. وفي ذلك فيه فائدة عظيمة، لأن الطالب يعني يكون على معرفة بما سيلقى عليه، وحتى لو نسي الشيخ شيئا منها فإنه يذكره لأنه قد أخذ عدها أولا. فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة التي التزمتها في تدريسي فيما بعد. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا وكان ذلك أيضا في يعني معهد الرياض العلمي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فإنني درست عليه في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة، ومما درست عليه في التفسير، ودرست عليه في التوحيد، ودرست عليه في أصول الفقه، وكان رحمة الله عليه عالما جليلا ومتمكنا في علوم مختلفة، وقد استفدت منه كثيرا. وكان من الأمور التي استفدتها منه وكنت أتبعها في دروسي فيما بعد، أنه كان رحمة الله عليه يضع أسئلة شاملة في المقرر بحيث يكون الطالب على معرفة بما يشتمل عليه المقرر من الأسئلة، وحتى يشغل نفسه باستخراجها من الكتاب، وحتى يكون على علم تام يعني بمحتويات الكتاب وبما يشتمل عليه الكتاب، عن طريق الإجابة أو العمل على أخذ الإجابة من هذه على هذه الأسئلة التي كان وضعها. فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة واتبعتها في كثير من دروسي فيما بعد رحمة الله عليه. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا في الكلية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنني درست عليه في الفقه يعني في السنة الرابعة من الكلية، يعني عدة أشهر قبل أن أذهب إلى معهد بريدة العلمي، وكذلك الشيخ عبد الرؤوف اللودي من الأردن، وكان متمكنا في النحو واستفدت منه كثيرا يعني في هذه المادة. وهناك مشايخ كثيرون يعني استفدت منهم كثيرا يطول ذكرهم، ولكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم أشهر هؤلاء المشايخ رحم الله من توفي منهم ومد في عمري من بقي منهم على خير، وجزاهم الله جميعا عني وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم آمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ.